يقال عن 30 يونيو الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر. مصر أغلى من أن تسفك فيها دماء أبنائها تحت أي شعار، وموقف الأزهر هو الانحياز لشعب مصر الأصيل والحفاظ على وحدة المصريين وحرمة الدم المصري، فذلك هو منهج الأزهر وتاريخه دائماً. ومصر تستحق من الجميع موقفاً وطنياً صادقاً، والدولة التي يريدها الشعب المصري وتؤيدها الشريعة هي الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة. قالوا عن 30 يونيو.